السلام عليكم ورحمة الله. شباب تالتة ثانوي عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنحل امتحان تجريبي 2022 2023 الازهر، مادة الجبر والهندسة الفراغية. عدد الصفحات 16 صفحة. تعالوا كده نشوف السؤال الاول. يا شباب، السؤال الاول: اذا كان مضروب 1 ناقص لوغاريتم س الاساس ه بيساوي 1، فان س بتنتمي النقط. انت عندك المضروب بيساوي 1 لو، او تقول له ان 1 ناقص لوغاريتم س للاساس ه بيساوي 0، وتحل المسالتين تطلع منهم قيمه س هنا وهنا. هنا يا اولاد شباب 1 ناقص كام يديك 1؟ 1 ناقص 0، يعني لوغاريتم س للاساس ه بيساوي 0. معنى كده ان ه اس 0 بتساوي س، يعني الس قيمتها بتساوي 1. الاحتمال التاني 1 ناقص كام يعطيك 0؟ 1 ناقص 1 يبقى لوغاريتم س للاساس ه دي ب1، يعني ه أس 1 بتساوي س، يعني س قيمتها بإيه؟ بها. يبقى أنت عندك حلين، الس بتنتمي لمجموعة الحل. هناخد كام وكام؟ 1 وه، 1 وه، دي الإجابة ج. فهمتوا الفكرة؟ يبقى طالما المضروب قيمته بتساوي 1، يبقى اللي جوه المضروب ده يا إما بيساوي 0، قيمته بتساوي 0، أو بيساوي 1، لأن مضروب الصفر 1 ومضروب الواحد بيعطيني 1، يبقى الحل بتاعك هتاخد الإجابة ج. السؤال اللي معانا بيقول: إذا كان المتجه أ بيساوي سالب 3 و1 و2 ومتجه ب 3 و4 وسالب 1، فإن مساحة متوازي الأضلاع الذي فيه أ و ب يمثلان ضلعان متجاوران فيه بيساوي نقط وحدة مربعة. إحنا عندنا مساحة متوازي الأضلاع بتساوي معيار الضرب الاتجاهي للمتجه أ للمتجه ب. يعني انت هتجيب المتجه أ ضرب اتجاهي متجه ب وتجيب معيار اللي يطلع. طيب نقول بما أن المتجه أ ضرب اتجاهي المتجه ب بيساوي، بعمل المحدد بتاعي كده، هنا س وهنا ص وهنا ع. بجيب المتجه أ الأول أكتبه، الأ الإحداثي بتاعه سالب 3 و1 و2، هنا المتجه س وهنا ص وهنا ع، وأجيب المتجه ب أكتبه إحداثي 3 و4 وسالب 1. استنتج بقى ان حاصل الضرب اتجاهي، باخد هنا السين الاول متجه سين ناقص المتجه صاد زائد المتجه عين، بلغي الصف والعمود واعمل الطرفين، يعني 1 سالب 1 سالب 1 ناقص 2 في 4 8، وهنا نفس الكلام بلغي الصاد صف وعمود واضرب. لما الغي الصف والعمود كده يبقى اقول له سالب 3 في سالب 1 يعطيك 3 ناقص 2 في 3 بإيه؟ بستة. هلغي الصف والعمود، يبقى هنا سالب 3 في 4 بسالب 12 ناقص إيه؟ ناقص 3. فبالتالي الناتج هيساوي سالب 9 مع اتجاه س، هنا سالب في سالب بموجب، يبقى موجب 3 اتجاه المتجه ص ناقص 15 مع المتجه ع. وبالتالي مساحة متوازي الأضلاع المطلوبة بتساوي، هناخد الجذر التربيعي مربع الأول زائد مربع التاني زائد مربع التالت ونحسبه على الآلة الحاسبة، هيطلع معانا كام؟ 3 جذر 35 وحدة مربع. يبقى انت كده جبت مساحة متوازي الأضلاع، الإجابة بتاعتك تبقى الإجابة باء. السؤال رقم 3 بيقول: المعادلة التربيعية التي جذرها سالب 2 على 1 زائد أوميجا وسالب 2 على 1 زائد اوميجا تربيع هي. احنا عشان نجيب المعادله التربيعيه بقول له س تربيع، ده قانون خدناه من اولى ثانوي، س تربيع ناقص مجموع الجذرين في الس زائد حاصل الضرب بيساوي صفر. يبقى انت مطلوب منك تجيب مجموع الجذرين وتجيب حاصل الضرب. طب الجذر الاول يا اولاد شباب، الجذر الاول كان بيقول لي ده الجذر الاول اهو، الجذر عبارة عن ايه؟ سالب 2 على 1 زائد اوميجا. دي هنحلها ازاي؟ انا عندي 1 زائد اوميجا دي عبارة عن سالب اوميجا تربيع، يبقى سالب 2 على اوميجا تربيع، سالب على سالب فيها الموجب، تمام؟ فيبقى 2 على الاوميجا تربيع، نكتب هنا اوميجا تكعيب، اوميجا تكعيب لان اوميجا تكعيب 1، على الاوميجا تربيع فيها الاوميجا، وهنا 2 على 1 فيها 2، يطلع الجذر الاول 2 اوميجا. طب الجذر الثاني هو قال لي هنا سالب 2 على 1 زائد أوميجا تربيع،
يبقى سالب 2 على 1 زائد اوميجا تربيع اللي هي سالب اوميجا، برضو هنا سالب على سالب فيها الموجب، بنكتب اوميجا تكعيب على اوميجا فيها الاوميجا تربيع، واتنين على واحد فيها الاتنين. كده انت جبت الجذر التاني وجبت الجذر الاول، تقدر تجمعهم وتضربهم وتحطهم هنا. تعال نجيب مجموع الجذرين، مجموع الجذرين اللي هو قال عليهم هنجمعهم مع بعض، اتنين زائد اتنين اوميجا زائد اتنين اوميجا تربيع يديك سالب اتنين. طيب حاصل الضرب، حاصل ضرب الجذرين هنضربهم في بعض يا شباب، اتنين اوميجا في اتنين اوميجا تربيع يديني اربعة اوميجا تكعيب اللي هي باربعة. كده خلاص بقى تقدر تكتب المعادلة بتاعتك بالمعادلة المطلوبة. هنقول له سين تربيع ناقص مجموع الجذرين، سين تربيع اهي ناقص المجموع اللي هو سالب اتنين سالب في سالب بموجب بسين زائد حاصل الضرب اللي هو زائد اربعة يساوي صفر. يبقى دي المعادلة المطلوبة مننا. هناخد الاختيار بتاعنا، الاختيار رقم ب، رقم اربعة، اذا كان المستقيم س بيساوي تلاتة ص بيساوي الف عين بيوازي المستقيم مستوى دي مستوى، يعني المستقيم بيوازي مستوى، س زائد تلاتة ص زائد اتنين عين زائد اربعة بيساوي صفر، دي معادلة المستوى. عايزين نجيب الف، خد بالك طالما مستقيم بيوازي مستوى يعني هيكون المتجه ه اللي هو متجه اتجاه المستقيم يكون عمود على نون، ادا المستوى وادا المتجه نون العمودي على المستوى. ده المتجه نون بيكون عمودي على المستوى، نقدر نطلعه من معادلة المستوى اللي هو س، معادلة المستوى كان بيقول لي س زائد تلاتة ص زائد اتنين عين زائد أربعة بيساوي صفر، دي معادلة المستوى. نقدر نطلع منها نون المتجه العمودي على المستوى اللي هو معامل السين هنا بواحد ومعامل الصاد ومعامل العين، كده نون. طيب معادلة المستقيم، المستقيم كان بيقول لي هنا ايه بيوازي المستوى، طبعا المستقيم بيوازي المستوى يعني هيكون عمودي على المتجه نون. طيب المستقيم طالما عمود على نون يبقى المتجه هاء ضرب قياسي للمتجه نون بيساوي صفر، شرط التعامد. انت عندك هنا معادلة المستقيم، معادلة المستقيم كان بيقول لي س بتساوي، دي معادلة المستقيم يا شباب، س بتساوي تلاتة ص بتساوي ألف عين. تعال نطلع بقى من معادلة، طبعا احنا قلنا من شوية ان هنجيب هنا متجه هاء وانت عندك هنا المتجه نون، وتقول له ان هاء ضرب قياسي للمتجه نون بصفر، لسه بقى هنجيب هاء من معادلة من المستقيم. ازاي نجيب هاء من معادلة المستقيم؟ لازم السين تخلي طبعا هنا سين على واحد وهنا الصاد ما ينفعش يبقى معامل، لازم تقسم على عدد، هنقسم بسط المقام على تلاتة فتبقى صاد على تلت، عشان ترجع للصورة العامة بتاعت معادلة الخط المستقيم، وهنا عين على واحد على ألف، قسمنا بسط المقام على إيه يا شباب؟ على ألف، هنا يبقى واحد وهنا تلت وهنا واحد على ألف، قسمنا بسط المقام على إيه؟ على ألف، لأن دي كان مقامها واحد ودي كان مقامها واحد ودي مقامها واحد، هنا قسمنا بسط المقام على تلاتة بقت هنا تلت وهنا قسمنا على ألف بقت واحد على ألف، يعني المتجه هاء بتاع المستقيم هيطلع واحد وتلت وواحد على ألف، ده المتجه هاء واحد وتلت وواحد على ألف، وأنت عندك هنا مين؟ المتجه نون موجود، وعندك القاعدة اللي بتقول لك إن هاء ضرب قياسي النون بيساوي صفر، لأن المستقيم بيكون عمودي على المتجه نون اللي هو عمودي على المستوى، يبقى هنضربهم ضرب قياسي، آخد الهاء اللي هي واحد وتلت واحد على ألف، ضرب قياسي لنون، نون عندي كانت واحد وتلاتة واتنين، ضرب قياسي بيساوي صفر، أضرب واحد في واحد بواحد، تلت في واحد بواحد. واحد واحد على ألف في اتنين باتنين على ألف، كل ده بيساوي صفر، يبقى هنستنتج إن اتنين على ألف بيساوي سالب اتنين، وبالتالي الألف قيمتها هتبقى بسالب واحد، الألف بتساوي سالب واحد، ناخد الاختيار ده. السؤال رقم خمسة بيقول لي طول العمود المرسوم بين المستويين، جاب لي المستوى الأول تلاتة س زائد اتناشر ص ناقص أربعة عين بيساوي تسعة، والمستوى التاني تلاتة س زائد اتناشر ص ناقص أربعة عين بيساوي سالب سبعتاشر بيساوي نقطة. عايزين نجيب طول العمود الساقط، عشان نجيب طول العمود الساقط يا شباب هنختار نقطة بتنتمي للمستقيم بأي نقطة، نقعد مثلا مكان السين بصفر والصاد بصفر تطلع لك العين، يبقى أنت كده خدت نقطة، وتطبق القانون اللي هو لام، القانون بتاعنا لام بيساوي والمعيار ألف س واحد زائد ب ص واحد زائد ج عين واحد زائد د على الجذر التربيعي لمربع الألف ومربع الب ومربع الج. تعال الأول نوجد نقطة اسمها كاف مثلا تنتمي للإيه؟ المستوى الأول، المستوى الأول اللي هو جايبه،
هنوجد او نوجد النقطة، نضع نقول مثلا نضع اهو، نعوض على مثلا السين بتساوي صفر والصاد بتساوي صفر عشان تطلع لي العين. عوض معايا كده، لما السين تبقى بصفر والصاد بصفر تبقى العين بتساوي سالب 9 على 4. يبقى العين، اذا العين بتساوي سالب 9 على 4، يعني النقطة هتبقى صفر وصفر وسالب 9 على 4. تمام. تعالى بقى المعادلة بتاعتنا بتاعت المستوى التاني اللي هنعوض فيه. خد بالك انت عندك المعادلة بتاعت المستوى الاولاني تقدر تطلع منها الالف والب والجيم، يعني الالف هتبقى فيها بتلاتة عشان تعوض بقى في القاعدة دي، الف بتلاتة والب ب 12 والجيم بسالب 4. تعالى بقى نقول لام بتساوي، نطبق القاعدة بتاعتنا، هنعمل معيار اهو ونعوض في القاعدة بتاعتنا اللي هي الف سين واحد. المعادلة المستوى كان اللي احنا هنعوض فيها يا شباب اللي هو التاني، انت هتعوض في المستوى اهو التاني، هتعوض هنا في المعادلة دي 3 س زائد 12 ص ناقص 4 ع تودي السالب 17 تبقى زائد 17 بيساوي صفر. يبقى دي معادلة المستوى اللي انت هتعوض فيها بالنقطة ده، هي النقطة دي تعوضها في المستوى ده وتكتبها هنا معيار. يبقى صفر وهنا صفر خلاص راحت، صفر هنا يبقى صفر، سالب 9 على 12 هنا سالب في سالب موجب، يبقى عندك الأربعة تروح مع الأربعة يبقى 9، وهنا زائد ايه 17 اللي هي اللي عندي. يبقى انت عوضت مكان السين والصاد والعين هنا في النقطة دي في معادلة المستوى دي، وبعدين بتجيب معيار بقى جذر تربيع معامل السين ومعامل الصاد ومعامل العين. تعمل جذر تربيع كده، مربع ليه ب 9، مربع ال 12 144، مربع العدد اللي هو سالب 4، ها مربعه يا شباب يطلع بكام؟ ب 16. كده الامور تمام، فاهمين؟ يبقى انت عشان تجيب طول العمود الساقط او النقطه عايز تسقطها على المستوى بتطبق القانون اللي هو لام ده اهو، وتجيب النقطه اللي عندك اللي انت فرضتها اللي وراها السين والصاد بصفر وصفر وطلع لك العين. يبقى انت كده كونت نقطه بتسقطها بقى بالقانون ده، ده اسمه طول العمود الساقط، وتعوض بقى وتطلع الناتج تصفيه 9 و17 كام؟ 26، معيارها ب 26، وهنا 9 زائد 16 25 و144 169 جذرها 13 تطلع معايا 2 وحدة طول. مفهوم؟ ناخد إجابتنا ألف. سؤال رقم 6 بيقول لي مجموع معاملات الحدود في المفكوك 1 زائد س وكل أس 5. مجموع المعاملات، عشان اجيب مجموع المعاملات يا شباب اعمل ايه؟ كل اللي انا هعمله هعوض مكان السين بواحد. يعني بقول لك هات لي مجموع المعاملات بقول ايه، نضع السين بتساوي 1. اذا مجموع معاملات مفكوك المقدار بيساوي اقول 1 زائد 1 وكل اس 5 يعطي لي 2 أس 5 يعطي لي 32. ناخد الاختيار بتاعنا اللي هو 32، ناخد جيم ده ألف ب جيم جيم ب 32، ناخد اختيار جيم. السؤال رقم 7 إذا كان نون زائد 2 توفيق 4 بيساوي نون تربيع ناقص 1 فإن نون بتساوي نقط. احنا ممكن نحل بالقاعدة عادي، ناخد مضروب اللي فوق على المضروب اللي تحت في مضروب اللي فوق ناقص اللي تحت ونصفيها، أو ممكن تجرب كده بالاختيارات تعوض كده 4 يبقى 4 و2 6، 6 توفيق 4، وهنا 36 ناقص 1 ب 35 فتطلع الأربعة هي اللي هتنفع. يعني الناتج هيطلع معاك بكام؟ الأربعة تربع 16، سوري 16 ناقص 1 15، يبقى هنا يطلع 15 وهنا برضو 15 تطلع 4. ده أسهل طريقة الحل. تعالى بقى نشوف الحل التاني، إن إحنا نشتغل بالمضاريب. أقول له المضروب اللي فوق على المضروب اللي تحت، المضروب اللي فوق ناقص اللي تحت يبقى نون ناقص 2. بعد كده نختصر نطلع نون زائد 2 بره، ونطلع يبقى نون زائد 1 نطلعها هي كمان، يبقى نون نطلعها هي كمان، يبقى عندي نون ناقص 1 نطلعها هي كمان، بقى نون ناقص 2. تمام. كل ده على مضروب 4 مضروب نون ناقص 2، شلنا المضروب مع المضروب، هو قال لي ان القيمه كانت بتساوي اصلا نون تربيع ناقص 1. نون تربيع ناقص 1 دي اللي هي نون ناقص 1 في نون زائد 1 بتساوي، هنقول له نون زائد 2 يكمل بقى يا شباب، نون زائد 1 في نون في نون ناقص 1 على مضروب 4، نون ناقص 1 تروح مع نون ناقص 1 ونون زائد 1 مع نون زائد 1، مضروب 4 يتضرب في الطرفين اللي هي 24، مضروب 4 24، 4 في 3 في 2 في 1، 4 ضربناها هنا، وهنا بقى لك نون زائد 2 في نون، يعني عندك نون في نون زائد 2 عدد في، يعني طبعا عندك 6 في 24، 6 في 4 ب 24، يبقى عندك نون زائد 2 في نون او فك وصفي اعملها معادله مفيش مشكله.
يعني الستة في أربعة، فيبقى عندك الستة بتساوي نون زائد اتنين أو الأربعة بتساوي نون، ومنها النون بتساوي كام؟ أربعة. طلع معانا نفس الإجابة اللي هي الإجابة ب. يا إما هتجرب الاختيارات في الامتحان ويطلع لك الناتج. سؤال رقم 8، إذا كان س زائد أوميجا ص، هو عايز اللي يوجد في أبسط صورة س زائد أوميجا ص على أوميجا تربيع س زائد ص زائد لام مجموع عليها أوميجا تربيع في عين على أوميجا لام زائد عين. هنا يا ولاد يا شباب طبعا كنا عارفين إن أوميجا تكعيب واحد، يبقى أنا هعمل إيه؟ هاجي فوق هنا جنب السين أكتب أوميجا تكعيب، وهنا جنب اللام أكتب أوميجا تكعيب، وآخد الأوميجا من فوق عامل مشترك، هيتبقى هنا سين مضروبة في أوميجا تربيع. طبعا يا شباب إحنا خدنا تاني كده، إحنا حطينا أوميجا أهو تكعيب، ناخد أوميجا عامل مشترك، يبقى دي أوميجا تربيع في س، هيطلع شكل تحت يعني زائد الص، وهنا أوميجا تربيع س زائد الص. هنا برضه هناخد الأوميجا تربيع العامل المشترك الأعلى بينهم، الأوميجا تربيع بقى هنا أوميجا في لام زائد العين، كل ده على أوميجا لام زائد عين. المقدار ده هيختصر مع المقدار اللي هنا، والمقدار ده مع المقدار ده، فيبقى أوميجا زائد الأوميجا تربيع اللي هي بتطلع بكام؟ بسالب واحد، يبقى إجابتك تطلع سالب واحد. السؤال التاني بيقول لي بدون فك المحدد، إذا كان المحدد بيساوي سالب أربعة فإن س زائد ص زائد عين بيساوي نقطة. هنا الفكرة يا شباب عندك، لو أنت جمعت العمود الأول مع العمود التاني مع العمود التالت، يعني اجمع كده عمود أول وعمود تاني وعمود تالت وحطهم في العمود الأولاني هنا، هتحصل على إيه؟ يعني هتلاحظ إن س زائد ص زائد عين زائد اتنين كلها متجمعة، تقوم واخدها عامل مشترك، فيظهر لك الوحيد، تقدر بقى تخلي الصورة المثلثية موجودة. يبقى أول حاجة هنعملها إيه يا مستر يا شباب؟ عين واحد، أقول له عين واحد، أضيف عليها العين اتنين، أضيف عليها العين تلاتة، وأقوم ضايفهم على العمود الأولاني، تمام؟ تعال نطبق الخطة دي كده، يبقى هيبقى هنا س زائد ص زائد عين زائد اتنين، وهنا س زائد ص زائد عين زائد اتنين، وهنا س زائد ص زائد عين زائد اتنين، وهنا هتفضل ص، وهنا ص زائد اتنين، وهنا ص، وهنا عين زائد اتنين، وهنا عين زي ما هي، وهنا عين. كل ده كان قال لي الناتج بكام؟ بسالب أربعة. طيب نعمل ايه تاني؟ فكر معايا كده، لو انا خدت المقدار ده عامل مشترك من العمود الاول، يبقى انا عندي س زائد ص زائد عين زائد اتنين عامل مشترك، هيبقى من هنا واحد واحد واحد، ويبقى من هنا طبعا دي ص زي ما هي، ودي ص زائد اتنين، وهنا ص، هنا عين زائد اتنين، وهنا عين، وهنا عين، كل ده بيساوي سالب أربعة. طيب تعالوا بقى نطبق الخطة، أنا ممكن أخلي ده بصفر لو ضربت الأول الصف ده في إيه؟ في سالب وضفته على ده، وبرده ضربته في سالب وضفته على ده، يبقى أنت هتعمل إيه؟ تقول والله الصف التاني هطرح منه الصف الأول وأضيفه مع الصف التاني، يبقى الصف التاني ده أهو، ده الصف التاني أهو، أقوم طارح منه الصف الأول وأكتب في الناتج اللي يطلع فين؟ في الصف التاني زي ما إحنا فاهمين. نفس الكلام الصف التالت ده أهو، هطرح منه إيه؟ الصف الأول وأقوم كاتبهم فين؟ هنا في الصف التالت. يعني هضرب الصف الأول في سالب وأضيفه على التاني، وأضرب الصف الأول في سالب وأضيفه على التالت. يبقى هنستنتج بقى الحلول كده مع بعض، طبعا ده هيفضل زي ما هو ص، وهنا عين زائد اتنين. سالب واحد زائد واحد بصفر، دي ظهرت لي صفرة، ودي لما اضرب في سالب وتضاف على دي اديك هنا اتنين، اضرب في سالب تبقى هنا سالب اتنين، لأن العين هتروح مع العين يبقى سالب اتنين. سالب واحد وواحد صفر، سالب ص وص بصفر، نضرب في سالب تبقى دي بصفر، ودي هنا سالب اتنين، كل ده سالب أربعة. تمام، خلاص وصلنا كده الصورة المثلثية، نقوم ضاربين القطر اللي عندنا، الواحد في اتنين في سالب اتنين، طبعا معانا معامل بره موجود اللي هو س زائد ص زائد عين زائد اتنين، كل ده موجود اهو شايفينه، ده هيبقى الناتج بيساوي س زائد ص زائد عين زائد اتنين، كل ده مضروب في القيمة اللي عندنا اللي هي سالب أربعة، لأن يعني عناصر القطر الرئيسي لما نضربهم في بعض هيعطيك سالب أربعة، في سالب أربعة تساوي سالب أربعة. نختصر سالب أربعة مع سالب أربعة، تبقى عندك س زائد ص زائد عين زائد اتنين بيساوي واحد، هو عايز بقى س زائد ص زائد عين في المسألة، هنودي الاتنين بعكس الإشارة، تبقى أنت عندك واحد ناقص اتنين بسالب واحد، يعني تبقى عندك س
زائد ص زائد ع بتساوي 1 ناقص 2، يعني يطلع ناتج ايه؟ بسالب 1. حجم متوازي السطوح، السؤال رقم 2 في السؤال رقم السؤال الثاني رقم 2، حجم متوازي السطوح الذي فيه ثلاثة أحرف غير متوازية. طيب حجم متوازي السطوح بيجي ازاي؟ باخد المتجه الأول ضرب قياسي، المتجه الثاني في ضرب اتجاهي، المتجه الثالث. نعمل ضرب اتجاهي يعني ثلاثة مع بعض يا شباب. هنا حدد اهو، ونكتب الألف 3 سالب 4 1، وهنا ب 0 و2 سالب 3، 3 و2 و2، تمام. ونعمل بقى الضرب الاتجاهي بتاعنا، وبالتالي نستنتج ان حجم متوازي السطوح بيساوي كذا، يعني هنحسبه ونطلع الناتج. نشغل التلاتة كده، الصف والعمود، يبقى هنا سالب 6 ناقص 4 ناقص ناقص 4، تبقى زائد 4. نضرب الصف والعمود، تبقى هنا 0 0 ناقص ناقص الرقم، يعني تبقى زائد ايه؟ 9. وهنا زائد 1، هنضرب الصف والعمود، 0 ناقص 6، 3 في سالب 10 يبقى سالب 30، وهنا 4 في 9 ب 36 يبقى سالب 6. هيطلع الناتج معانا تاني، ناخد التلاتة خبي الصف والعمود، 2 في 2 ب 4 زائد 6، وبعد كده سالب سالب موجب 4، ألغي الصف والعمود، 0 في 2 ب 0 زائد 9، وهنا 1، ألغي الصف والعمود، 0 في 2 ب 0 ناقص 6، يطلع الناتج هنا 30 زائد 30، يطلع الناتج 60 وحدة حجم. السؤال التالت، في مفكوك 2 س زائد 3 على س تربيع كل السنون حسب قوى س التنازلية، إذا كان الحدان التاسع والعاشر متساويان والنسبة بين الحد السادس والحد السابع 8 إلى 15، فإن قيمة نون بتساوي نقط. تمام، تعالوا نشوف أول نقطة عندي. بيقول لي الحد التاسع بيساوي الحد العاشر، معنى كده لو أنا عملت النسبة بين الحد العاشر والحد التاسع هتديني 1. طبق القانون، يبقى نون ناقص الصغيرة اللي هي 9 زائد 1 على الصغيرة في التاني على الأول، التاني اللي هو 3 على ن تربيع، 3 على س تربيع على الأول اللي هو 2 س، تتضرب في دي تبقى 2 س تكعيب. أنا قسمت الحد التاني على الحد الأول، طلعت 3 على 2 س تكعيب، كل ده بيساوي 1. تمام، تعالى بقى نكمل. يبقى نون ناقص 8، نختصر 3 في 1 على 9 في 3، يبقى هنا 3 تتضرب في 2 تبقى 6، س تكعيب بيساوي 1. يبقى نون ناقص 8 على 6 س تكعيب بيساوي 1. دي أول معادلة. المعادلة التانية بيقول لي إن في حدين متساويين، السادس والسابع، يعني أو النسبة بينهم 8 على 15. تمام، النسبة 8 على 15 بين الحد السادس والحد اللي هو السابع. طبعا يا شباب أنت عندك ممكن تقلبها عشان تعمل القانون، يعني تاخد الحد السابع على الحد السادس يساوي 15 على 8، يبقى نون ناقص الصغيرة، نون أنا معرفهاش، ناقص الصغيرة اللي هي 6 زائد 1 على الصغيرة في التاني على الأول، احنا طلعناها 3 على 2 س تكعيب لما قسمنا التاني على الأول، 3 على 2 س تكعيب بتساوي 15 على 8. يبقى أنت عندك نون ناقص 5 على 3 في 1 على 3 في 2، 2 في 2 ب 4، يعني 4 س تكعيب بتساوي 15 على 8. ده عندك معادلة، وعندك معادلة تانية في الأول، دي معادلة 1 ودي معادلة 2، لو قسمناهم على بعض، قسمنا المعادلة دي على دي، إيه اللي هيحصل؟ الست تكعيب هتروح مع الست تكعيب، تمام؟ وعندك هنا لو أنت برضه ركزت شوية، الستة والأربعة برضه يتبسطوا. طيب تعالى نقسم كده، بقسم معادلة 1 على معادلة 2، يبقى أنت عندك ناقص 8 على 6 س تكعيب في مقلوب الكسر التاني ده أهو. انت بتقسم الايمن مع الايمن والايسر مع الايسر، تمام، ركز معايا، قسمنا ده اهو على ده اهو، وبعمل اسم ضرب واقلب الكسر التاني، فتبقى 4 س تكعيب على ن ناقص 5 بتساوي ده، لما يتقسم على ده هتتقلب، يبقى 8 على 15، هتتكتب النسبه ده بايه؟ بالعكس، يبقى 8 على 15، تمام. الس تكعيب هتروح مع الس تكعيب، يبقى قالك فوق نون ناقص 8 وهنا 4 و6 في نون ناقص 5 تساوي 8 على 15، اختصر على 4 فالـ1 على 4 فالـ2، على 2 فالـ1 على 2 فالـ3، يبقى انت عندك ايه؟ 3، لسه هتختصر كمان، 3 على 3 فالـ1، 15 على 3 فالـ5، يعني 5 تتضرب في الكسر اللي فوق، تبقى 5 في ن ناقص 8 تساوي ن ناقص 5.
خمسة ضربناها في ناقص تمانية بتساوي ايه؟ نون ناقص خمسة. تعالوا نختصر تاني كده يا شباب، هنا كانت النسبة ستة، هنا أربعة وهنا ستة، نقسم أربعة على أربعة في الواحد، تمانية على أربعة في الاتنين، وهنا ستة على التلاتة في الاتنين، وخمستاشر على تلاتة في الخمسة، الاتنين تتضرب في اتنين تبقى أربعة. يبقى أنت عندك النسبة خمسة في نون ناقص تمانية بتساوي أربعة في نون ناقص خمسة. تمام، نفك بقى المقدار، يبقى خمسة نون ناقص أربعين تساوي أربعة نون ناقص عشرين، يعني النون هتساوي 20. رقم أربعة، إذا كان المستقيم س بيساوي ص بيساوي ع يقطع المستوى س زائد 2 ص زائد 3 ع بيساوي 12 في نقطة أ، فإن معادلة الكرة التي أ ب قطرًا فيها حيث ب 4 و0 وسالب 6 هي. طيب إحنا عندنا هنا مستقيم بيقطع مستوى، هذا المستوى أهو، في مستقيم قطع المستوى بتاعنا في نقطة اسمها إيه؟ نقطة أ. فإن معادلة الكرة التي يكون أ ب قطرا فيها، أ وهنا ب، أ ب أهو قطرا فيها، عايزين نجيب معادلة إيه؟ الكرة، في كرة كده أ ب كان قطر فيه، أدي كرة، عايزين نجيب معادلة الكرة التي أ ب قطرا فيها. يعني أنت محتاج تجيب المركز اللي هو منتصف الألف والب، يعني محتاج تجيب مين؟ نقطة أ، وعندك نقطة ب تقدر تجيب المركز. لو جبنا المركز يبقى أنا أقدر أجيب نص القطر بتاع الكرة، وبالتالي أقدر أجيب معادلة الكرة. فاهمين الكلام؟ طيب يبقى أنت الأول حاجة، طالما المستقيم بيقطع المستوى في نقطة أ أنت هتطلع نقطة أ. المستقيم ده هو طالما بيقطع المستوى يعني بيحققه، يبقى أنت مختار محتاج تجيب نقطة على المستقيم. المستقيم اللي عندك اللي هو س بيساوي ص بيساوي ع، هتفرض إن هو بيساوي ك. يبقى طالما المستقيم كانت معادلته س بيساوي ص بيساوي ع، هنفرض ان هي بتساوي ايه؟ كاف. تمام، يبقى عندك السين بتساوي الص بتساوي ع، هتبقى كاف وكاف وكاف. نعوض النقطه دي بقى في معادله المستوى اللي عندنا. معادله المستوى كانت س زائد 2 ص زائد 3 ع، كل ده بيساوي كام؟ 12. تعال بقى نعوض بالنقطه ده في معادله المستوى. يبقى انت عندك كاف و2 كاف و3 كاف بيساوي 12، كاف و2 كاف و3 كاف، يبقى عندك 6 كاف بتساوي 12، يعني كاف بتساوي 2، وبالتالي نقطة أ هيبقى إحداثها إيه؟ نقلين اللي هي كاف وكاف وكاف، يعني 2 و2 و2، يبقى أنت كده جبت نقطة إيه؟ أ. وعندك نقطة ب موجودة في التمرين اللي هي 4 و0 وسالب 6، تقدر تجيب بقى المركز اللي هو نقطة التقاطع، نقطة المنتصف يعني بين أ وب، بتجمع السينات وتقسم على 2، وتجمع الصادات وتقسم على 2، وتجمع العينات وتقسم على الاتنين، يبقى 2 زائد سالب 6 بسالب 4 على 2 فسالب 2، جدا انت جبت المركز. تقدر ان انت تجيب نص القطر اللي هو مسافة بين ميم لحد الف عبارة عن الجذر التربيع، عندك الميم وعندك الالف اهم، هات الجذر التربيع، مربع فرق السينات ومربع فرق الصادات ومربع فرق العينات، يبقى 3 ناقص 2 ب1 تربعها ب1 اهو، وتقول هنا 2 ناقص 1 ب1 تربعها ب1، وسالب 2 ناقص 2 بسالب 4 تربعها بإيه؟ ب16. يطلع ناتج جذر 18، ده ناق جذر 18 اللي هو 3 جذر 2 وحدة طول. يبقى أنت كده جبت نص القطر، وعندك في التمرين المركز كمان موجود، جبت أنت المركز أهو وعندك نص القطر. تقدر تجيب بقى معادلة الكرة، تكتبها اللي هي س ناقص معادلة الكرة اللي هو طالبها، تقول له س ناقص المركز فين اهو، تقول س ناقص 3 كل تربيع، وهنا ص ناقص 1 كل تربيع، و ع ناقص ناقص 2 تبقى ع زائد 2 كل تربيع، بتساوي نق تربيع، ده نق اهي، مربع العدد ده يطلع بكام؟ ب 18. دي معادلة الكرة المطلوبة. فهمتوا؟ يبقى فكرة حل المسألة، المستقيم قطع المستوى في نقطة، جبنا النقطة، عوضنا مكان السين والصاد والعين بأي رمز اللي هو كاف، طلع لنا النقطة لأن السين بيساوي الصاد والصاد العين، يبقى جبنا النقطة اللي هي ألف. بعد كده قدرنا نجيب بقى إيه؟ القطر كله، أو جبنا نص القطر وجبنا المركز وكونا معادلة الكرة، معلومية نص القطر والمركز. السؤال رقم خمسة، إذا كان عين واحد بتساوي سالب واحد زائد جذر تلاتة ت، وعين واحد في عين اتنين بتساوي تمانية في ه أس 11 باي على تلاتة ت، فإن عين اتنين بتساوي نقط، والجذرية التربيعين على الصورة الأسية بتساوي نقط.
طيب تعالوا الأول نحول عين واحد اللي قدامنا من الصورة المثلثية للصورة الأسية. أنت عندك عين واحد كانت بتساوي سالب واحد زائد جذر تلاتة تاني. تقدر إن أنت تجيب أول حاجة لام جذر التربيع مربع الأول زائد مربع التاني يطلع باتنين، اللام باتنين. طيب عندك ظا سيتا يساوي ص على س اللي هي جذر تلاتة على سالب واحد يطلع بسالب جذر تلاتة. طيب طبعا الإشارة سالبة بالنسبة للسين والصاد كانت موجبة يعني الربع التاني. ظا ستين بيساوي جذر تلاتة، تمام. يبقى طالما في الربع التاني يبقى السيتا 180 ناقص الستين ب 120 درجة. فبالتالي أقدر أجيب عين واحد أقول له بيساوي لام اللي هي اتنين في ه أس باي على كام؟ باي على تلاتة في اتنين تديك 120، يبقى اتنين باي على تلاتة سيتا. يبقى أنت كده حولتها على الصورة الأسية، ه واحد بتساوي اتنين في ه أس اتنين باي على تلاتة سيتا، تمام كده؟ أها عين واحد بتساوي اتنين ه أس اتنين في باي على تلاتة في سيتا، ديت عين واحد. طيب احنا عندنا ايه تاني في التمرين؟ عندنا علاقة بين عين واحد وعين اتنين، ما انت تقدر تجيب برضه عين اتنين. ازاي؟ تقسم بقى، ما هو بيقول لك عين واحد بص كده في عين اتنين تساوي تمانية في ه أس حداشر باي على تلاتة، صح؟ طب ما انت تطلع من هنا عين اتنين تقسم، يعني تقوم قاسم تمانية ه أس حداشر باي على تلاتة على العين واحد، العين واحد اللي انت جبتها ده، اكتبها هنا، يبقى اتنين في ه أس اتنين باي على تلاتة. طيب لما نيجي نقسم بنعمل ايه؟ بنطرح الايه الزوايا، لكن تمانية على الأربعة على اتنين فيها الأربعة، حداشر على تلاتة باي ناقص اتنين على تلاتة باي لما نطرحهم مع بعض. العدد طبعا المقامات متجانسة، يبقى حداشر ناقص اتنين بتسعة، تسعة على تلاتة يطلع فيها تلاتة، تبقى تلاتة باي في ت. طب خد بالك تلاتة باي ديت ما ينفعش يعني تشيل منها دورات، تشيل منها اتنين باي يعني، فيبقى باي. يعني معنى كده ان عين اتنين هتساوي أربعة في ه أس باي في ت، ماشي؟ فاهمين كده؟ يبقى انت عندك عين واحد اهي، وكان عندك ايه؟ عندك عين واحد وجبنا عين اتنين. هو عايز ايه في المسألة بقى؟ عايز عين اتنين. خلاص انت جبت عين اتنين، تقول اربعة في ه اس باي في ت، تمام؟ ده المطلوب الأول. طيب المطلوب التاني عايز الجذرين التربيعيين على الصورة الأسية. طيب معنى الكلام ده يا شباب؟ أجيب الجذرين التربيعيين لمين؟ الجذرين التربيعيين على الصورة الأسية للعدد مين؟ لعين اتنين. الجذرين التربيعيين للعدد مين؟ عين اتنين. يعني عين اتنين أنت جبتها ده، هاتوا الجذور التربيعية لعين اتنين. طيب نجيب الجذور التربيعية إزاي بقى على الصورة الأسية؟ هتعوض مرة مكان ال ر بصفر، مرة ال ر مثلا إيه؟ بسالب واحد. طيب تعالى نشوف الصورة بتاعتنا ده، الأول نحولها لصورة مثلثية. أنت جبت عين اتنين أهو، تعالى حولها لصورة مثلثية، تقول له عين اتنين بيساوي أربعة في جتا. عندك قول له بقى إن هي فين؟ أهي هي الباي بقى، لأن تلاتة باي دي كبيرة، فشلنا منها دورتين فقت باي، ماشي؟ يبقى جتا هتاخد السيتا اللي هي الباي زائد اتنين باي في ر على الاتنين، تمام؟ زي ما احنا عارفين يا شباب، عشان نجيب الجذور تاخد الزاوية اللي عندك ده كلها. طب انت بتجيب الجذر بقى دلوقتي، الجذور التربيعية اهو، فاهمين يا شباب؟ احنا بنجيب الجذور التربيعية للعدد ده. ممكن طبعا انت تعملها على الصورة دي، انت تجيب الجذر ده وتقول له هنا الباي اللي عندك زائد اتنين باي ر على الاتنين، وتعوض مكان ال ر بصفر، مرة ر بسالب واحد. خلاص خلينا بس نكمل، احنا دلوقتي بدأنا ان احنا نحولها للصورة المثلثية ونجيب الجذر، ماشي؟ فبنقول هنا جتا الزاوية زائد ت في جهة الزاوية بتاعتك اللي هي باي اللي هي 180 زائد 2 باي في ر على 2. أقعد مكان ال ر بصفر وال ر بكام؟ بسالب واحد. خلاص تعال نكمل كده، أقعد بصفر هنا فيبقى هنا 180 على 2 فيها 90، يبقى الجذر الأولاني، الجذر الأول يبقى 2 في جتا 90 زائد ت جتا 90. جتا 90 بصفر، وهنا جتا 90 بإيه؟ بواحد. يبقى عندك الناتج هيطلع 2 في ت، 2 في ت. تفتكروا طبعا يا شباب الت بالنسبة لدايرة الوحدة أها، ده الت
يعني تبقى حول الصورة الأسية بقى اتنين أس هاء، اتنين في هاء أس باي على اتنين في تاء، يعني الت معناها إن السيتا بتبقى 90 درجة، الساعة 90 درجة. ده الجزء الأول. الجزء التاني من مثلا بسالب واحد، هنا يبقى باي وهنا سالب اتنين باي، أو ممكن تعوض بواحد يعني الصفر وواحد. خلاص لو عوضنا بواحد برضه هتطلع نفس الكلام بس هتاخد منها دورات. طب عوض بسالب واحد كده، هنا 180 ناقص 360 على 2 تبقى سالب 90، يعني تحت هنا اللي هي سالب ت، يعني يطلع سالب 2 ت. الجذر التاني سالب 2 ايه ت، ديت الوحدة اهي قال ايه، قال سالب ت تحت يعني السيتا بتبقى سالب 90. فاهمين؟ سالب 90 يعني انت اصلا ممكن تقول 2 جتا سالب 90 زي ت جا سالب 90، يعني لو عوضنا بسالب واحد تبقى سالب 90 اهي، سالب 180 على 2 فسالب 90، يعني معنى الكلام ان هي سالب 2 ت، يعني تبقى 2 في ه اس سالب باي على 2 في ت. يبقى ده الجذر هو التاني وده الجذر هو الاولاني، يبقى الجذرين اقولهما 2 في ه اس باي في ت و2 في ه اس سالب باي، طبعا باي على 2 في ت، وهنا سالب باي على 2 في ايه في ت. يبقى الجذرين هما ه اس باي على 2 في ت، 2 في ه اس باي على 2 في ت، و2 في ه اس سالب باي على 2 في ت. تمام؟ فهمتوا يا شباب؟ طبعا احنا زي ما قلنا، احنا طالما جبنا عين اتنين اهو، ممكن ان احنا نشتغل مباشرة من غير ما نحول للصورة المثلثية، نقوم محولينها زي ما احنا متعودين يا شباب. يعني تقوم واخد الجذر كده على عين اتنين دي، تطلع الجذر دي باتنين، تقول له ها اس باي دي زي ما هي، تقول زائد اتنين باي في ر على اتنين، كل ده في ايه في ت، وتعوض مرة بصفر يطلع لك الحل على طول اللي هو باي على اتنين اهو مباشرة، وتعوض بسالب ر بسالب واحد، ر مرة بصفر ومرة ر بسالب واحد، يطلع لك الحل على طول مباشرة من غير ما تحوله للصورة المثلثية وترجع تحوله تاني. مفهوم؟ رقم 6 بيقول لي قياس الزاوية بين المستقيم والمستقيم. عشان أجيب الزاوية بين المستقيمين لازم أجيب ه واحد وأجيب ه اتنين وأطبق القانون. أنا عندي ه واحد متجه اتجاه المستقيم الأول، عندك واحد وسالب واحد وسالب واحد، وعندك ال ه اتنين المستقيم التاني، عندك اتنين واتنين واحد اللي هي الايه. طبعا خد بالك دي تظبط الاول يا شباب، لازم نضرب في سالب هنا. تعالى نعمل كده معادله المستقيم التاني، نكتبها الاول وبعدين نطلع منها ه اتنين. ماشي؟ طيب هنا بيقول لي س زائد واحد على اتنين، التانية بقى نضرب بس المقام في سالب، هتبقى هنا سالب اتنين وهنا تبقى ص ناقص واحد، وهنا عين على واحد، يبقى الاتنين والسالب اتنين والواحد، ده متجه اتجاه المستقيم التاني. طب القانون ايه بقى اللي بنشتغل بيه؟ جتا سيتا بيساوي ه واحد ضرب قياس ه اتنين، على معيار اله واحد في معيار اله اتنين. من ضرب قياسي تبقى هنا باتنين زائد اتنين وهنا ناقص واحد، على الجذر التربيعي مربع الاول واحد 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 تلاتة، وهنا اربعة واربعة وواحد تمانية واحد تسعة، بيساوي اربعة ناقص واحد بتلاتة تطلع بتلاتة، وهنا تلاتة جذر تلاتة يطلع ناتج واحد على جذر تلاتة. يعني السيتا تعمل شيفت كوزاين، يبقى السيتا تقريبا تطلع بآلة حاسبة شيفت كوزاين واحد على جذر تلاتة، شيفت كوزاين واحد على جذر تلاتة يساوي طلعت معايا كام؟ 54 درجة و 44 دقيقة، 54 درجة و 44 دقيقة وتمن ثواني. دي المسألة رقم 6. شوف اللي بعده. السؤال رقم 7، رتبة المصفوفة بتساوي نقط. طيب أنا عشان أجيب رتبة المصفوفة، المصفوفة اللي عندي ديت يا شباب على النظم 3 في 3، 3 صفوف في 3 أعمدة، هي على النظم 3 في 3. تمام؟ طيب أعلى درجة يمكن تكوينها أنت تجيب قيمة المحدد، محدد المصفوفة اللي عندك. يعني هتسميها ألف مثلا، جيب محددها، والمحدد لو عندك طلع لا يساوي الصفر تفضل الرتبة زي ما هي. طب لو طلع رتبة المحدد اللي يساوي صفر تنزل درجة، تبقى الدرجة التانية، وترجع تجيب المحددات، كل المحددات اتنين اتنين مع بعض كده لحد ما تشوف القيمة بتاعتك تطلع مثلا، لو طلع بصفر تاني هتنزل لأقل درجة اللي هي واحد. يبقى أنت أول حاجة بتجيب محدد المصفوفة اللي عندك، ولو طلعت لا يساوي صفر تفضل على نفس المرتبة لأن هي على النظم 3 في 3. لو طلعت بيساوي صفر تنزل درجة وترجع تجيب تاني محددات، تفضل تجرب محددات تانية
لو طلعت برضه بصفر كل المحررات يبقى انت هتنزل لأقل درجة. تعالوا كده نجيب محدد المصفوفة بتاعتنا هسميها ألف، يبقى هنا اتنين وهنا تلاتة وهنا واحد وهنا كان اتنين واحد واحد وهنا سالب واحد وصفر واتنين. هنفك ناخد الاتنين ونفتح صف وعمود، نضغط الصف وعمود اهو يا شباب، واحد في اتنين باتنين ناقص صفر ناقص اتنين، فيه نضغط الصف والعمود يبقى ستة ناقص صفر ناقص واحد اهيت، نضغط الصف والعمود تلاتة ناقص واحد باتنين يبقى هنا أربعة ناقص اتناشر ناقص اتنين يطلع معايا بسالب عشرة، سالب عشرة لا تساوي الصفر، وبالتالي رتبة المصفوفة بتاعتنا هتبقى من الايه؟ من التالتة، لأن محدد المصفوفة طلع لا يساوي الصفر. السؤال التالت، باستخدام المعكوس الضربي للمصفوفة أوجد مجموعة حل المعادلات الآتية، هنا س هنا ص هنا عين هنا سبعة، هتروح الناحية التانية تبقى سالب سبعة. تمام، تعالوا أول حاجة نشتغل في التمرين. طبعا عشان اجيب المعكوس الضربي للمصفوفه لازم اجيب اول حاجه محدد المصفوفه، وبعدين مصفوفه المرافقات والمصفوفه الملحقه اللي هي بتبقى مدوار لمصفوفه المرافقات، وبعدين اطبق القاعده اللي هي الف المعكوس الضربي بيساوي واحد على محدد المصفوفه في الف ملحقه. تمام، فيها شغل طبعا كتير وانتوا عارفين الكلام ده، هنشتغل واحده واحده كده عشان نفهم بهدوء. ركز معايا، اول حاجه بتعملها لما يقول لك هات باستخدام معكوس الضربي حل المعادله، انت اول حاجه بتكتب المصفوفة بتاعتك، بس تتأكد السين والصاد والهاء مترتبين، اتنين اتنين سالب تلاتة، اه اكتب معايا كده سالب تلاتة واحد سالب اتنين. ماشي، كنا شايفين يا شباب الأرقام واضحة قدامنا اهي. تمام، وهنا خمسة وتلاتة وسالب أربعة، خمسة تلاتة سالب أربعة، بتقوم كاتب هنا بقى ايه؟ سين وصاد وعين. تمام يا شباب، طيب هنا المجاهيل، المجاهيل فين؟ اللي هي س والصاد والعين، وهنا مصفوفة المعاملات مصفوفة المجاهيل، وهنا القيم المطلقة اللي هي سالب واحد وسالب سبعة والاتنين. طبعا دي المصفوفة ألف، يعني أنت عارف إن القاعدة إن ألف في س بتساوي ب، يعني س بتساوي ألف معكوس الضرب المصفوفة ألف في المصفوفة ب. تعالوا نجيب محدد المصفوفة بقى بتاعتنا، هناخد محدد المصفوفة ده، اتنين اتنين سالب تلاتة، سالب تلاتة واحد سالب اتنين، خمسة تلاتة سالب أربعة، ونشوف محدد المصفوفة هيطلع بكام معانا، نحسبه على الآلة الحاسبة، يطلع معايا اتنين يعني ده يساوي الصفر، يبقى بالتالي لها معكوس ضربي، طالما طلع بإيه؟ عدد لا يساوي الصفر، وبالتالي لها معكوس ضربي. تعالوا بعد كده نشوف مع مصفوفة المرافقات، مصفوفة المرافقات نجيبها ازاي؟ مصفوفة المرافقات هناخد الاتنين دي ونضربها في، طبعا نضرب الصف والعمود بتاعها، ونضرب واحد في سالب اربعة في سالب اربعة ناقص سالب اتنين في تلاتة بيبقى بستة، يبقى هنا سالب اربعة زائد ستة باتنين، اتنين في اتنين باربعة. تمام، نلغي الصف والعمود كده الاتنين تاني، واضرب معايا هنا سالب أربعة زائد ستة، سالب أربعة زائد ستة يديك اتنين. تمام، ركز معايا، نلغي الصف والعمود وخد سالب، يبقى هنا اتناشر زائد عشرة باتنين وعشرين في سالب بسالب اتنين وعشرين، نلغي الصف والعمود يبقى هنا سالب تسعة ناقص خمسة بسالب أربعتاشر، نلغي الصف والعمود دي هنا وهنا، سالب تمانية زائد تسعة، سالب تمانية زائد تسعة، طبعا في سالب معانا بقى هنا يا شباب، يبقى سالب ايه؟ واحد. نلغي الصف والعمود هنا، سالب تمانية زائد خمستاشر، سالب تمانية زائد خمستاشر بسبعة، كاتبين سبعة. نلغي الصف والعمود هنا، صف وعمود يبقى ستة ناقص عشرة بسالب أربعة في سالب تبقى موجب، وهكذا الباقي نكمل كده مع بعض. أنا معايا سالب واحد وتلاتاشر وتمانية، تعالى نجيب المصفوفة الملحقة، ألف ملحقة، يبقى المصفوفة الملحقة اللي هي ألف ميم لام عليها اللي هي ملحقة، اللي بندور مصفوفة المرافقات دي ندورها، ندور الصف ده يبقى عمود، يبقى اتنين وسالب اتنين وعشرين، وهنا سالب أربعتاشر سالب واحد سبعة
أربعة سالب واحد 13 8. تعال بقى نطبق القاعدة بتاعتنا. احنا قلنا س بتساوي أ معكوس ضربي في ب معكوس الضرب المصفوفة. تعال نجيب الأول معكوس الضرب المصفوفة عشان نقدر إن احنا نطبق القاعدة بتاعتنا. نقول إنه أ معكوس ضرب المصفوفة أ بيساوي واحد على المحدد مضروب في أ للملحق. المحدد عندنا طلع قيمته باتنين، يبقى هنا نص على واحد على اتنين في الألف الملحقة بتاعتنا اللي هي اتنين سالب 22 سالب 14 سالب واحد 7 4 سالب واحد 13 8. تمام، هنضربهم في ألف ملحق. خلاص كده انت جبتها. تعالى بقى نطبق القاعدة بتاعتنا. القاعدة بتاعتنا بتقول ايه يا شباب؟ س بيساوي معكوس الضرب المصفوفة في المصفوفة بتاعتنا ب اللي هي مصفوفة ايه يا شباب؟ الثوابت اللي عندك او القيم المطلقة في التمرين. طيب السين دي اللي هي مصفوفة المجاهيل اللي هي السين والصاد والعين، يبقى س ص عين. تعال ننفذ بقى الخطة بتاعتنا. انت جبت خلاص معكوس الضرب المصفوفة تقوم ضربه في نص، تضرب كل ده في نص او سيب نص بره عشان ما يبقاش في عندك كسور. اهي هنا اتنين سالب واحد سالب واحد سالب 22 7 13 سالب 14 4 8. اضربها بقى في ب اللي هي الثوابت اللي عندك اللي هي سالب واحد وسالب 7 و2 وسالب 7 و2. تمام، هناخد الصف ده نضربه في العمود ونضربه في نص، ناخد الصف ده نضربه في العمود، ناخد الصف ده نضربه في العمود ونطلع النواتج. نسيب النص بره كده. اضرب معايا اتنين في سالب واحد بسالب اتنين، سالب واحد في سالب 7 بموجب 7. واضح كده يا شباب؟ سالب واحد في سالب اتنين في موجب 2 بسالب 2. اضرب برضو ده هنا الصف التاني، سالب في سالب بموجب تبقى 22 ناقص 49 زائد 6 يبقى سالب 14 في سالب واحد ب14، وهنا 4 في 7 28، وهنا 8 في 2 ب16. تمام، يبقى 14 ناقص 28 زائد 16. هنحسب بقى النواتج كلها ونضرب في نص، يبقى الناتج الاولاني 7 ناقص 2 ناقص 2 تطلع ب3، 3 على 2 22 ناقص 49 زائد 6 على 2 22 و6 28 28 ناقص 49 يبقى هنا سالب 9 ناقص 8 بواحد دي 13 يا شباب، 13 في 2 ب26 يطلع الناتج بإيه؟ بواحد على 2 مش هو سالب، سالب نص يعني. وهنا تطلع لما نحسبها 14 ناقص 28 زائد 16، احسب كده 14 ناقص 28 زائد 16 على الاتنين يبقى هنا 28، 14 زائد 16 ناقص 28 30 ناقص 28 ب2، يعني 2 على 2 في الواحد هيطلع بواحد. بس يبقى انت كده جبت ايه؟ السين والصاد والعين. تقدر بقى تكتب مجموعة الحل بتاعتك. يبقى مجموعة الحل هتبقى ايه؟ ها 3 على 2 3 على 2 وتكتب سالب نص 1، 3 على 2 وسالب نص 1. دي مجموعة حل الايه؟ المعادلات الآتية باستخدام المعكوس الضرب. طبعا يا شباب ايوه هي يعني طويله طبعا وانتوا بتعملوها بالآلة الحاسبه. في عندك عندي هنا على القناه اعمل فيديو ازاي احل المساله بالآلة الحاسبه. طبعا انت مهم جدا في الازهر لازم الخطوات تكتبها، لان هو ده مش سؤال اختياري، فلازم تاخد بالك من الخطوات كويس. اتاكد بس على الآلة الحاسبه الطريقه السريعه موجوده عندك ومشروحه بالتفصيل، تعملها على الآلة الحاسبه وبتطلع الناتج مباشره. انتوا اكيد عارفين الكلام ده يا شباب. انما نظام البوكلت اللي معانا او نظام الامتحان هو عايزك تجاوب في ورقه الاجابه بالخطوات كلها. لازم تكون حريص جدا على الخطوات دي وتراجعها وتفهمها، تبقى حافظها كويس وتبقى سريع في الحل
وان شاء الله ما فيش اخطاء ولا حاجه، بس اتاكد تاني كده بالاله على طريقه الحل السريع، ان انت شوف حلك هيطلع صح ولا لا. اخر سؤال معانا بيقول يوجد معادله المستوى الذي يحوي المستقيم ويوازي مستقيم. طيب بصوا يا شباب، هذا المستوى بيحوي مستقيم وبيوازي مستقيم. خد بالك من حاجه مهمه جدا جدا جدا، طالما المستوى ده بيحوي مستقيم يبقى المستقيم اللي عندك ده والمستقيم اللي فوق طبعا اقدر اجيب علاقه بينهم. اقدر اجيب مين؟ اقدر اجيب المستقيم اللي هو نون، اللي هو بيكون عمودي على المستوى. طالما شباب المستوى بيحوي مستقيم ووازي مستقيم، يبقى لو عملت ضرب اتجاه للمستقيم ده والمستقيم ده هيديك متجه نون. ليه؟ لان المستقيم ده فيه مستقيمات تانية بتوازيه، اهو عدد لا نهائي مستقيمات بتوازيه، من ضمنهم مستقيم بيقطع الايه المستقيم اللي المستوى بيحتويه، بيقطعه هنا. فخلاصة الكلام، لما يبقى عندك مستوى بيحوي مستقيم والمستوى ده بيوازي مستقيم تاني، يبقى المستقيم اللي فوق ده لما تعمله ضرب اتجاهي مع المستقيم الموجود على المستوى هيديك المتجه نون العمودي على المستوى. تمام؟ يبقى انت هتجيب المتجه ه واحد بالنسبة لمين؟ المستقيم اللي بيوازي المستوى، والمستقيم اللي بيحتوي المستوى المستقيم ده هسميه ه اتنين. اعمل ه واحد ضرب اتجاهي للمستوى ه اتنين، اعمل ه واحد متجه ه واحد ضرب اتجاهي للمتجه ه اتنين اللي هو بتاع المستقيم اللي جوه المستوى، هيديني متجه نون. ليه؟ لان عايز اجيب معادلة المستوى اللي هي نون ضرب قياسي راء بتساوي نون ضرب قياسي ألف. دي معادلة المستوى اللي انا عايز اكونها، فلازم اجيب نون. طب اجيب نون ازاي؟ عن طريق الضرب اتجاهي المتجه ه واحد وه اتنين. طيب هو بيحتوي مين يا شباب؟ بيحتوي المستقيم ده، قال لك معادلته اهو، ده معادلة المستقيم اللي جوه، جابها لها في المسألة، جابها لها بدلالة النقطة اللي هي صفر وتلاتة مساوي خمسة زائد ك في ستة وسالب اتنين وسالب واحد. يبقى ده المتجه مين؟ ه اللي معانا هنا اللي احنا سميناه هي اتنين. ماشي. طب المستقيم اللي بيوازي المستوى هو جابه، جاب معادلته برضو اللي هو واحد وسبعة وسالب أربعة زائد ك في واحد وسالب تلاتة وتلاتة. تمام. طيب ده كان مسميه ر واحد عشان يبقى الأرقام مظبوطة، دي سماها واحد أهي مش مشكلة خالص في الترتيب يعني، دي واحد ودي اتنين عشان تبقى تلخبطش، دي هي واحد اهي ودي هي اتنين، فدي تبقى هي واحد اهي ودي هي اتنين. انت عندك المتجه هي واحد اللي هو ستة وسالب اتنين وسالب واحد، والمتجه هي اتنين اللي هو واحد وسالب تلاتة وتلاتة، وقلنا هنعملهم ضرب ايه اتجاهي عشان اجيب المتجه نون اللي هو العمودي على المستوى. يبقى المتجه نون بجيبه ازاي؟ بجيب هاء للمستقيم اللي بيوازي المستوى وهاء بتاعت المستقيم اللي جوه المستوى، عمله ضرب اتجاهي. ليه يا شباب؟ عشان اللي مش فاهم النقطة دي، لأن المستقيم اللي بيوازي المستوى ده في عدد لا نهائي من المستقيمات بتوازيه، فالمتجه هاء هيبقى الأول زي التاني زي التالت، من ضمنهم مستقيم تقاطع مع مين؟ مع المستقيم اللي مع المستوى ده، فطالما تقاطع معاه أقدر أجيب بقى نون ها اللي هي العمودية على المستوى، لأن المستقيمين دول لما يبقوا موجودين داخل المستوى المستقيم ده المستقيم التاني جوه المستوى أقدر أجيب نون اللي هي العمودية عليهم، حاصل ضرب اتجاه بتاعهم. او في الفراغ، ده شغل فراغ بقى طبعا يا شباب، طالما هي اتنين اهي موجوده وعندك هنا هي واحد في الفراغ، مستقيم جوه مستوى مستقيم تاني فوق، المتجه النون بقى اللي هو العمودي عليهم هما الاتنين مع بعض اللي هو حاصل ضرب اتجاهي اللي هو النون اللي انا عايز اجيبه. فهمته؟ فانت هتعمل ضرب اتجاهي لهي واحد وهي اتنين عشان تطلع نون وبعدين تعوض في المعادله نهائي. طيب هي فين الف يا شباب؟ الف اللي هي النقطه الموجوده على ايه؟ على المستوى. طب نجيبها ازاي؟ ما هو المستقيم ده هو يا شباب، ده هو مش المستقيم ده جوه المستوى، يعني النقطة ده هي اللي هي صفر وسالب صفر وتلاتة وسالب خمسة جوه مين؟ جوه المستوى، ما هي نقطة هنا. يبقى النقطة اللي على اللي هي ألف بقى اللي أنا سميتها ألف اللي هي على المستوى هتبقى من خلال المستقيم اللي هو موجود جوه المستوى، لأن المستوى بيحوي مستقيم أهو، فتبقى النقطة عليه اللي هي مين؟ صفر وتلاتة وسالب خمسة، دي النقطة اللي على الإيه؟ اللي على المستوى. فهمته؟ يبقى نطبق بقى، تعال نجيب نون، هنعمل ضرب اتجاهي ه واحد ضرب اتجاهي متجه ه اتنين، ممكن بين هنا س وص وع المتجهات بتاعتنا، نعوض به ه واحد اللي هي ستة سالب اتنين سالب واحد، وهنا واحد وسالب تلاتة وتلاتة.
هيطلع معانا الناتج، نحسبه كده على الآلة الحاسبة، أو تصفي خد الستة الغي صفو العمود، يبقى سالب ستة زائد تلاتة بسالب كام؟ ها الغي صفو العمود كده، صفو العمود الغيهم، يبقى هنا تلاتة زائد ستة يديك تسعة. الإشارة عندك طبعا دي سالب ستة ودي سالب تلاتة بسالب تسعة اتجاه سي، وهنا سالب تمنتاشر زائد واحد، يبقى هنا اضرب خبي صفو العمود تلاتة في ستة وتمنتاشر ناقص ناقص بموجب، يبقى موجب واحد يبقى تسعتاشر، إشارة سالبة بره. وخد العين اللي الصف والعمود، يبقى هنا سالب تمنتاشر زائد اتنين تبقى سالب ستاشر اتجاه العين، يبقى المتجه نون يبقى سالب تسعة سالب تسعتاشر سالب ستاشر. كده انت جبت مين بقى؟ جبت المتجه نون. تعالى بقى طبق في القاعدة ده عشان تجيب معادلة المستوى اللي هو طالبها، اللي هي نون ضرب قياسي را بيساوي نون ضرب ايه؟ قياسي لألف. طبعا الراء دي سين وصاد وعين، النون اهي تبقى سالب تسعة سالب تسعتاشر سالب ستاشر ضرب قياسي لسين وصاد وعين يساوي نون ضرب قياسي لألف، النون اهي اللي هي سالب تسعة وسالب تسعتاشر وسالب ستاشر ضرب قياسي لنقطة ألف اللي هي موجودة على المستوى اللي المستقيم موجود عليها اهو، النقطة اللي هي صفر وتلاتة وسالب خمسة دي موجودة جوه المستوى لأن المستوى بيحتويها. طبعا دي نون ودي هاء، ديت النقطة ألف وديت هاء، خلاص يبقى النقطة بتاعتك اهي اللي هي صفر وتلاتة وسالب خمسة، هتفكها بس تبقى سالب تسعة س ناقص تسعتاشر ص ناقص ستاشر ع، هنا لما نضرب الأول في الأول بصفر التاني في التاني يبقى سالب تسعتاشر دي سالب تسعة وهنا سالب تسعتاشر وهنا سالب ستاشر، تمام مركزين معايا كده؟ ها سالب تسعتاشر في تلاتة تبقى سالب تلاتة في تسعة بسبعة وعشرين، واحد في تلاتة بتلاتة واتنين خمسة بسالب خمسة سبعة وخمسين، وهنا سالب في سالب بموجب، خمسة في ستة بتلاتين صفر مع التلاتة يبقى تمانين، تمانين ناقص سبعة وخمسين، عشرة ناقص سبعة بتلاتة، سبعة ناقص خمسة باتنين يطلع تلاتة وعشرين. يبقى المعادلة بتاعتنا سالب تسعة س ناقص تسعتاشر ص ناقص ستاشر ع بتساوي تلاتة وعشرين، اضرب في سالب تبقى تسعة س زائد تسعتاشر ص زائد ستاشر ع بتساوي سالب تلاتة وعشرين، ممكن نودي تلاتة وعشرين بعكس الإشارة تبقى زائد تلاتة وعشرين بيساوي صفر. يبقى المعادلة بتاعتنا يا شباب تسعة س شايفينها؟ تسعة س زائد تسعتاشر ص زائد ستاشر ع زائد تلاتة وعشرين بيساوي صفر. ده كان الامتحان التجريبي الأزهر 2023، أتمنى تكونوا فهمتوا يا شباب، وربنا يوفقكم دايما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.